وكالعادة نبدأ مع بعض حلقة جديدة ونقول يا صباح الفل والياسمين والجمال على أجدع وأروق ناس في كوكب الأرض كله. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم خالد عبد الله في حلقة جديدة وحلقة رايقة كالعادة. والنهاردة يا سادة معنا تطبيق جديد للربح من الانترنت، ولكن أرجع وأكد عليك تاني ان النوع ده من التطبيقات مش بيكسبك فلوس كتير، هو بيكسبك مبالغ بسيطة، والتطبيقات دي موجهة للناس المبتدئة بس. تطبيق النهاردة عربي لكن للأسف باللغة الإنجليزية، اسمه علاء وين بلاي. من اسمه كده أصلا تعرف ان هو عربي. التطبيق بيعتمد على تجميع النقاط من حاجات كتير جدا، من مشاهدة الإعلانات، من إكمال العروض، في اوبشن كتير جدا هنتعرف عليه. المميز في التطبيق بتاع النهارده انه بيدعم السحب عن طريق حاجات كتير جدا، بتاخد جوجل بلاي، بايبل، باير، فودافون حتى عشان الناس اللي في مصر ما عندهاش بايبل، فالتطبيق بتاع النهارده فيه فودافون، فان شاء الله وسائل السحب كتير والكل هيستفيد من تطبيق النهارده. تطبيق النهارده للامانه انا اول مره في حياتي اجربه، لكن اللي قال لي عليه حد من اصدقائي وقال لي ان في ناس كتير سحبت منه، والتطبيق اصلا لاثباتات سحب على يوتيوب. مش عايز عليك، وانت تنسانيش بقى باللايك الجامد، السبسكرايب الاجمد، الكومنت الحلو، ودايما مثال صلى على سيدنا محمد لانه يكون شفيع وشفاك يوم القيامة. في حاجة بسيطة نسيت اقولك عليها، بالله عليكم يا جماعة، بالله عليكم، والله انا مش بشرح تطبيق غير لما اكون متأكد انه بيدفع، ولما بيدفعش بطلع اقولك ان هو نصاب. فما تجيش في الكومنتات وتقولي التطبيق ده نصاب. انا ممكن اشرح التطبيق النهارده والتطبيق بعد شهر يبدا ينصب. انا لو عليا والله ما عايز اعمل السلسله دي، بس انتوا بتحبوا النوع ده من الفيديوهات وبتحبوا سلسله تطبيقات للربح لانها فعلا بتفيد الشباب الصغير، واغلب الناس اللي بتتابعني شباب صغير، فانا والله طلع افيدك مش طلع اضحك عليك. كان لازم بس اكد على النقطه دي، ويلا بينا نتعرف على التطبيق بتاع النهارده. وكالمعتاد يا شباب، اول حاجه هنروح على طول على جوجل بلاي، وهتيجي معايا في خانه البحث هتكتب على وين بلاي بالشكل ده، وهتلاقي لوجو التطبيق طالع لك دلوقتي علشان ما تدورش كتير. اول حاجه هنبص عليها وهي تقييم التطبيق، وتقييم التطبيق هنا 3.8 من 10، وده مش احسن حاجه للامانه. عدد التحميلات 5000 تحميل. ننزل تحت نقرا تعليقات الناس. اول تعليق عندنا مدي للتطبيق 5 نجوم وبيقول تحت التجربه اتمنى يكون جيد. تاني تعليق بيقول سهل وممتاز، دفع سريع. التالت بيقول اسف وعلاء، تطبيق مثله مثل غيره، واديله نجمة واحدة. الرابع بيقول تطبيق رائع وجدا عجبني التصميم. الخامس بيقول النقاط قليلة جدا، ياريت ترفع النقاط شوية. معظم التعليقات بتقول ان التطبيق كويس وتطبيق صادق، ولكن هم عايزين يرفعوا النقاط شوية. هنشوف مع بعض دلوقتي. المهم نطلع فوق نعمل التطبيق انستول بشكل عادي، وبعد كده نضغط على كلمة فتح. بعد كده التطبيق يفتح معانا بواجهة تسجيل الدخول. هنضغط على طول على نيو اكونت بالشكل ده. طبعا انت ممكن تسجل الدخول عن طريق جوجل، ولكن الطريقة دي مش شغالة دلوقتي، مش بيرضى يسجل، فسجل حساب عادي. هتدخل هنا يوزر نيم، وهتدخل ايميل وباسورد، وخلاص كده ما انتش محتاج تعمل اي حاجة تانية، وحتى مش محتاج تفعل الايميل عن طريق البريد الالكتروني. بعد كده هتسجل الدخول على طول. وبعد ما سجلت الدخول التطبيق فتح معايا بالواجهه الرئيسيه زي ما انتم شايفين، بس كان جايب لي ملاحظه من شويه، كان بيقول لي ان الدفع في خلال 24 ساعه، وكان بيقول لي مسموح لك ب3 حسابات، يعني مسموح لك تعمل 3 حسابات بنفس الاي بي. حاجه حلوه جدا ان الدفع في خلال 24 ساعه ومسموح لك ب3 حسابات. تعالوا مع بعض كده. اول حاجه نبص عليها هي طرق سحب الارباح. هننزل تحت خالص ونضغط على ريديم بالشكل ده. بعد كده فتح معانا الصفحه دي زي ما انتم شايفين، وهنا عندنا طرق سحب كتير جدا. عندنا باير، عندنا ببجي يو سي، عندنا بطاقات جوجل بلاي، عندنا جوار فري فاير، في بايبل، في فودافون، في تركيش بنك لو انت قاعد في تركيا، في حواله سوريه، في كمان ام ان تي، ده اعتقد شبكه زي فودافون كده، شبكه اتصالات في المغرب حاجه زي كده. المهم طرق السحب كتير جدا. على سبيل المثال هنخش على فودافون عشان اغلب الناس في مصر بتحب تسحب عن طريق فودافون. الحد الادنى هنا $1 ما يعادل 1200 نقطه. طيب تعالوا دلوقتي نتعرف مع بعض طرق تجميع النقاط من التطبيق. هنرجع ورا كده ونستنى لحد ما التطبيق يعمل ابديت كده. عندنا هنا كذا اوبشن علشان نجمع نقاط. الاوبشن الاول هو عن طريق مشاهده اعلانات. هتضغط على كلمه فيديو 1 بالشكل ده، هيبدا يفتح لك اعلان، اتفرج على الاعلان، وهتاخد تقريبا نقطه لكل اعلان تشوفه. وطبعا انا كالمعتاد مش هشرح كل طرق تجميع النقاط الموجوده في التطبيق، لان في طرق سهله جدا زي عجله الحظ ومش محتاجه اشرحها اصلا علشان وقت الفيديو، علشان انت كمشاهد ما تملش معايا. نخش على الطريقه اللي بعد كده وهي عن طريق الاستبيانات. هتضغط معايا على سيرفي كومباني بالشكل ده، هيفتح معاك الصفحه دي، هتلاقي عندك 3 شركات. شوف الشركه اللي انت عايز تبدا معاها استبيانات وابدا استبيانات معاها زي ما شرحنا في فيديوهات قبل كده وجمع النقاط. نخش على الطريقه اللي بعد كده وهي اهم طريقه موجوده في التطبيق، وهي عن طريق اكمال العروض وتحميل التطبيقات.
هتضغط معايا على اوفر بالشكل ده. الطريقة دي تقدر تجمع منها نقاط كتير جدا، ودي الاغلب بيعتمد عليها في اي تطبيق لتجميع النقاط. عندنا هنا شركات كتير جدا زي ما انتم شايفين، عندنا اد جيم، اوفر تورو، شركات كتير قوي. شوف الشركة اللي انت عايزها، انا دايما بحب اوفر تورو لان عروضها بسيطة وسهلة ومش متعبة، فهضغط على اوفر تورو بالشكل ده. هيفتح معانا صفحة العروض زي ما انتم شايفين، عندنا هنا عروض كتير جدا تقدر تعملها. عندك عرض زي انك تحمل كواي بس وتفتحه هتاخد 7 نقاط، عندك عرض تاني انك تحمل منصة اولمبي تريد بتاعت التداول وتعمل عملية ايداع هتاخد 1950 نقطة. طبعا مش كل الناس هتعمل العرض ده، في عروض كتير جدا. شوف العرض اللي يناسبك انت، يعني اي عرض يناسبك اعمله على طول، وتجول بقى في الشركات واعمل عروض. دي افضل طريقة في اي تطبيق لتجميع النقاط، تقدر تجمع منها نقاط كتير جدا. وطبعا انا مش هشرح الطريقة دي لاني شرحتها في فيديوهات كتير جدا برضه. ندخل على اخر طريقة، وبرضه طريقة حلوة جدا عشان تجمع نقاط من التطبيق، وهي عن طريق دعوة الاصدقاء. هتضغط معايا على ريفرر بالشكل ده، هيفتح معاك الصفحة دي زي ما انتم شايفين هنا. ده الكود بتاعي، تقدر تاخده وتدخله، ومجرد ما تدخله للامانة انا هاخد 100 نقطة. ده لو انت عايز تساعدني ان اسحب من التطبيق، مش عايز برضه يبقى كتر خيرك، انت مش مجبور تعمل الموضوع ده. انت عشان تبدأ تكسب، كل ما هو عليك انك تاخد الكود ده وتبعته لاصحابك برضه، وصاحبك اول ما يحمل التطبيق ويخش على صفحة ريفرر ويدخل الكود هنا انت هتاخد 100 نقطة. حاجة حلوة جدا انك تاخد 100 نقطة برضه، هيساعدك انك تجمع نقاط بسرعة. يعني نقدر نقول لو انت دعيت مثلا 13 شخص هتاخد 1300 نقطة، ما يعادل $1 على فودافون، وده للأمانة رقم قليل جدا. انا شرحت تطبيقات بتكسبك فلوس اكتر من كده، ولكن التطبيقات دي للمبتدئين فقط يا جماعة، مش اي حد يستخدم التطبيقات دي. التطبيقات دي مضيعة للوقت، فاهم؟ هي للشباب الصغير بس، مش بتكسبك فلوس كتير، بتكسبك مبالغ بسيطة كده، حاجة كده ايه، بسكوتة كده ودلع كل اخر شهر كده تكسب منها مبالغ بسيطة عشان تشحن ببجي وبتيا يعني. طيب في طرق عندي في القناة برضو نشرحها عشان تكسب من النت فلوس حقيقية وتبدأ تعمل بيزنس. انا اتكلمت كتير، شرحت تطبيق زي كانفا تقدر تكسب منه فلوس كتيرة جدا، شرحت ازاي تبني موقع الكتروني، شرحت حاجات كتير جدا، تقدر ترجع للفيديوهات دي. لحد كده يكون فيديو النهاردة خلص. لو الفيديو عجبك اللايك الجامد، السبسكرايب الاجمد، الكومنت الحلو، ولو انت عندك فكرة موضوع له علاقة بالتقنية قولي عليه، وانا ان شاء الله هعمل عنه حلقة الفترة الجاية. في فيديوهات قوية جدا انتظرونا.